متتبعي هسبريس، أهلا بكم إلى موعد جديد في الموقع المتجدد على مدار الساعة، معهم حيثهم. لعل كثيرين يتساءلون من هؤلاء، نجيب عن هذا السؤال ببساطة. إنهم أشخاص لطالما همشوا من حقهم في وسائل الإعلام، هم الأشخاص المعاقون أو ذوي الاحتياجات الخاصة. فكرة البرنامج بسيطة جدا، هي أن نكون بين هؤلاء، أن نعيش معهم تجاربهم، آمالهم وأحلامهم، وأيضا أن نتقاسم معهم كل لحظاتهم في درب المعاناة وشق طريقهم، إما بنجاح وإما بفشل، إلا أنه يتولد منه نجاح آخر. قصص هذا البرنامج ستتعمق أو ستغوص في عمق الإعاقة بالمغرب، وتطرح السؤال على الدولة وعلى السياسات العمومية: ماذا هيأ المغرب لهؤلاء؟ وما هي انتظاراتهم وآمالهم وتطلعاتهم من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل المجتمع المغربي؟ في العدد الأول من برنامج معهم حيثهم، طرحنا السؤال على الشارع المغربي: كيف هي نظرتهم للأشخاص المعاقين؟ فكان جوابه: ما خصناش نستعطفهم ولا نبينوا لهم انهم عندهم شي نقص، حيت داكشي ديال الله. اللي ماشي معاق صعيب يعيش في المجتمع، الانسان مسكين اللي معاق الله يكون في العون ديالو. سيت اون بيرسون نورمال، il faut pas faire la différence. شخص معاق ما معطيش الحق ديالو بشكل كافي. انا كنعتبره شخص عادي، ولكن ما يقدر يكون كيحس بشي نقص. الانسان الا كان بالفكر ديالو راه يقدر يدير اي حاجه، يمكن قدراته تكون احسن من انسان كامل. معاق بحالنا بحاله، واحد الانسان ما اختارش داك العاهه اللي هي عنده. اذا كانت متوفره له الشروط الاجتماعيه والقانونيه تنظر ما يقدر يتغلب على الاعاقه ديالو. كنتمنوا نشوفوا واحد لو شانجمون ولو غير شويه، واحد لو شانجمون بالنسبه لهاد الناس، حيت هاد الناس راه محتاجين بزاف ديال الحوايج، وهما كيديروا بزاف ديال الحوايج باش يتقادوا مع واحد الانسان عادي. هي اذا فكره واحده اتفق عليها اغلب المستطلعه اراءهم: لا ينبغي النظر الى هؤلاء الاشخاص بعين من التمييز او النقص، فهم اشخاص مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. نظرة مجتمعية واضحة تعكس ما تطرقنا إليه في الحلقة الأولى التي أرادها البرنامج أن تكون حلقة تقديمية نطرح فيها أهم إشكاليات المرتبطة بالإعاقات الخمس. أعطينا الكلمة لكل من الإعاقات البصرية والحركية والذهنية والأشخاص الصم، وأيضا لأصحاب التثلث الصبغي 21. كلهم عبروا لنا عن مشاكلهم وعن أغلب القضايا التي يمكن أن تكون موضوعا للحلقات المقبلة. ولتسليط الضوء على مجمل هذه القضايا نترككم مع التقرير التالي، متابعة طيبة. تشير الأرقام المتوفرة على ندرتها وتقادمها إلى وجود أزيد من 1,500,000 مواطن ومواطنة في وضعية إعاقة، مواطنون يرزحون يوميا تحت وابل من المعاناة والمشاكل، ولعل أبرزها ملف الولوجيات. نظن بان الى تحل المشكل ديال الولوجيات واحد العدد ديال المشاكل اللي غادي تجي اسقاطات ديال الحل ديال المشكل الولوجيات، وطبيعة الحال من الامور اللي حنا تنطالبوا بها والمسائل اللي حنا تنترافعوا من اجلها هي باش يكونوا المؤسسات ديالنا والمرافق ديالنا تكون مفتوحه لجميع المواطنين بدون تمييز. والولوجيات هي ليس فقط الولوج للمراكز، ولكن حتى الاستفاده مثلا من المدينه. عندنا جهات منتخبه ستاخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الفئه في الولوج الى المرافق العامه، وتسهيل قضائها الحاجيات اليوميه بدون عوائق. فئة أخرى من ذوي الإعاقة يطالها الإقصاء والتهميش حتى من حقها في الكلمة، ذنبهم الوحيد أننا لا نفهم لغتهم. تتلخص مطالب الأشخاص الصم في الترافع من أجل الحق في مواطنة كاملة وفاعلة، مواطنة تنطلق من الحق في التربية والتعليم كباقي المواطنين، والحق في تكوين مهني يسهل الولوج لسوق الشغل، ثم الحق في الولوج للمعلومة بكل أشكالها وأنواعها، وذلك عبر الاعتراف بلغة الإشارة والنهوض بها وتوفير مترجمين مؤهلين في كل المصالح العمومية. هي مطالب تخول لنا مواطنة كاملة مبنية على المساواة وتكافؤ الفرص. ترسم لغة الأرقام وضعية قاتمة لولوج الأشخاص المعاقين إلى التعليم،
إذ يوجد أزيد من 67% من الأطفال خارج صفوف الدراسة. قلة قليلة من الأشخاص التوحديين اللي قدروا أنهم يوصلوا إلى صفوف المدرسة وأنهم ينجحوا في التعليم ديالهم، وهذا بفضل جهود ديال الأسر أولا وديال الجمعيات وكذلك بعض يعني مدراء المؤسسات التعليمية وبعض المسؤولين اللي منفتحين، لكن هذه ما هيش وضعية عامة. المشكل هو أنه آلاف الأشخاص التوحديين خارج المؤسسات التعليمية بشكل أنهم كيوصلوا واحد الوقت يعني الكبار كشباب ومن بعد ما لفضتهم المدرسة ومنعتهم المدرسة من حقهم في التعليم وما حصلوش أي مستوى دراسي، كيجي المرحلة ديال الإجهاز على الحق ديالهم في المشاركة الاقتصادية من خلال يعني تمييزهم من خلال التكوين المهني اللي كيرفض أنه يدمج الأشخاص التوحديين إلا إذا كان عندهم مستويات دراسية معينة، في حين أنهم ما حصلوش عليها لأنهم ما كانوش في مدرسة. التعليم فهو حق من الحقوق التمكينية لهؤلاء الأطفال، ولا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط. كيبقى الشغل مشكل ومشكل أساسي، وهو نتاج لواحد المنظومة تربوية اللي الدولة كتنصل فيها من التزاماتها وكتعطيها الجمعيات إحسانية، كتعطيهم تعليم يعني مرتجل ما عنده حتى شي مقومات ولا شي علاقة بشغل الشغل، وكتحصرهم في واحد الشعاب اللي هي ما متناسباش مع التطور اللي حدث في الحياة والتطور التكنولوجيا اللي كيشهد التعليم في العالم. وإلا دخلنا التكنولوجيا لتعليم المكفوفين راه ما كيبقى حتى شي فرق بينه وبين التلميذ العادي. الأسباب كل مجتمعة تدفع الفقر وتدفع الجهل وتدفع الأمية وفي الأخير تدفع يعني واحد المجتمع غير متماسك. وأثناء تصوير البرنامج صادفنا حالة طفل حرم من التمدرس بسبب كونه من الأشخاص التوحديين. جميع المدارس سميتي أناس وكنيتي بوكيت تنقرا في التاج عاد نجحت في التالت عاد دزت الرابع. شحال في عمرك دابا أناس؟ أنا عندي 14 عام يلا غنطلع الرابع. وشنو بغيتي إذا كبرتي؟ شنو بغيتي تولي في المستقبل؟ نول شنو بغيتي تكون في المستقبل إذا كبرتي؟ لا كبرت غنولي طبيب. كان كيقرا في مدرسة ديال بريفي، ما بقاش قد باش نخلص، ما عنديش الإمكانيات باش نخلص مدرسة ديال بريفي، بغيت ندي الحكومة. كلشي المدرسه اللي مشيت عندك يرفضوا ما كيبغيوش. السبب كيقول لك ان الولد عنده التوحد ماشي غير عادي. شوفوا لي حل هذا الولد لانه مرفوض رفض كلي. واضح مشيت عند المدير ديال المدرسه وما بغاش، قال لي لا. اسر ما دايماش وما يمكنناش نقولوا بما ان الاسره ديالك عندها امكانيات فانت عندك امكانيات. انت والاسره ديالك ماشي حاجة واحدة، ما كاينش واحد علاقة ذوبان بين الشخص التوحدي والأسرة ديالو، يعني عنده استقلالية وخصنا نحترموا هاد الاستقلالية ونعطيوه الآليات لممارسة هاد الاستقلالية. ولأن التعليم الدامج الذي يطالب به المدافعون على حقوق المعاقين ترتبط جودته بانتظارات هؤلاء في الولوج إلى سوق الشغل دون تمييز، الولوج إلى الوظائف على قدم المساواة أهم مطالبهم. المقتل حيوان. دولة مطالبة بالتطبيق والوفاء بالالتزامات الدولية على مستوى مصادقة على الاتفاقية الدولية أو الدستور اللي نص على ضمان الحق هاد الفئة في الولوج إلى الشغل. خص الدولة تشوف المجالات اللي كينجح اللي هي مناسبة لهذا الشكل من الإعاقة وتعطيهم نوع من التمييز الإيجابي في ولوج هاد المهام أو هاد المهن. بالنسبة للإعاقة الحركية الترويض مهم جدا، والترويض اللي تسمح للإنسان باش يضبط الحالة ديالو وباش يوقف التراكم والصعوبات اللي تتزاد مع الوقت ومع العمر ديال المشكل ديال الإعاقة الحركية. الترويض في المغرب يعني باقي محصور جدا، والمراكز يعني محسوبة على رؤوس الأصابع. الولوجيات والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية مشاكل تتقاطع فيها الإعاقات الست، وتفتح للبرنامج أفقا لتعميق النقاش بشأنها، بيد أن كل إعاقة
لها مشاكلها ومعاناتها الخاصة. طاقم البرنامج ترك لهم الكلمة ليلخصوا لنا أهم مشاكلهم لعلها تكون مواضيع لحلقات مقبلة من هذا البرنامج. نطلب من المسؤولين في القطاعات المختلفة ونطلب من الآباء في كل مستوياتهم الفكرية والاقتصادية أن يتكفلوا بهذه الشريحة من الأطفال الحاملين لإعاقة تثلث الصبغة 21 منذ البداية. لو كان هذا التعليم متوفر ما كناش نشوفوا هذه مجموعة من المكفوفين اللي معتصمين كيطالبوا بالشغل رغم حصولهم على شهادات جامعية. إذن التعليم هو الأساس. أنا ضد أن بدي تكون في مركز خاص بالإعاقة لأنه الأشخاص ذوي إعاقة بمن فيهم توحديين ينبغي أن يكونوا وسط المجتمع، يتعلموا وسط المجتمع ويتأهلوا وسط المجتمع ويكون واحد العلاقة تبادلية بينهم وبين الأقران. العزوبة الدائمة يعني لواحد العدد النساء لأنهم إعاقة الحركية الحق ديالهم باش هما يكونوا أسرة ويديروا وليدات إلى آخره تيكون يعني شبه منعدم. أنا محتاج أسيدي، أنا محتاج باش يجي يصدق عليا شي واحد، هذاك إلا بغى يصدق الله يعطيه الصحة. حنا اللي تنقولوا في العمل ديالنا الله يعطيه الصحة وتبقى كمالي وتيمشي يغطي هادو اللي قلتي جهات منائية ولا شي واحد خصو واحد الكروسة خاصة ولا شي، ولكن الضروريات خص الدولة اللي تغطيها. ملف التعليم والولوجيات والحماية الاجتماعية والترويض وقضية الأشخاص الصم وأيضا قضية الأشخاص التوحديين والإعاقة البصرية وحاملية التثلث الصبغي 21، كل هذه القضايا ستكون مواضيع لحلقات مقبلة من برنامج معهم حيثهم. سنفتح النقاش حول السياسات العمومية وسنترك للأشخاص المعاقين الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية. مرحبا بآرائكم وتعليقاتكم في العدد المقبل من برنامج معهم حيثهم. سنفتح النقاش حول مشروع القانون الإطار الذي يوجد الآن بقبة البرلمان، قانون من المنتظر أن يحمي ويعزز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أنه يثير جدلا كبيرا في أوساط المجتمع المدني. إلى ذلكم الحين حارث بن ولي وطاقم البرنامج يحييكم حتى الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.